السلام عليكم. أنا بس كلام شيخ مصطفى. نعم مصطفى. أنا بقى شيخ واحد صاحبتي منتقدة وحافظة القرآن كامل يعني، وهي عندها 23 سنة، بجيلها نفسيا بس هي لسه في حد متدين أوي. هي حاليا اتخطبت، القراءة فتحتها بس خطيبها بيصلي وبيصوم وكل حاجة، بس عنده مشكلة إن هو بيحب يكتب مسلسلات وأفلام، فهي محتارة دلوقتي. والله أنا أظنه سيضرها في دينها، سيضرها في دينها. السلام عليكم. بيع المسلسلات القذرة حرام طبعا. تحاولي تفهميه بس، ما انت المهم يا اختي. يعني هناك خلاص ظهر سوءه ام لم يظهر لك؟ انت الان واحد خطبك خطبك وهذا الواحد يقول يصلي ويصوم كويس، لكن بيألف مسلسلات ويتفرج على مسلسلات فيها محرمات، او ليس كذلك؟ فيها محرمات، فهو ألف مسلسلا فيه محرمات وواحد سرقه منه، يريد أن يرفع قضية عليه. قالت له يا أخي المسلسل اللي أنت عملته فيه أشياء محرمة. قال لا بس هذا جهدي، يعني أنصحك بالبعد عنه إن كنت تقي. أمر آخر، أنت الأمر يرجع إليك بعد الله سبحانه المقدر سيكون. السلام عليكم.